شيخ انا مشترك في كذا تمويل، نعم مشترك في سكان تمويل المساكن دوت. ايوه. وانا دلوقتي بس هل ينفع دلوقتي اني احط في نفس البنك احط فيه فلوس بالفايده بحيث الفايده دي تبقى قد الفايده الثانيه؟ يعني انت اقترضت من البنك وبعدين عليك ربا وتريد تضع فلوس البنك حتى يكون ربا مكان الربا، اخرج من هذا الهوس، حرام عليك، لا تكن مرابيا لا كلا للربا ولا مقترضا بالربا. الله يسلمك، وياك وياك.